السلام عليكم. كمل، شرحنا الفيديو هذا السابق البانكر الجوريثم، وشرحنا الاساس مال البانكر الجوريثم وشلون تعمل، وطينا التفاصيل الكامله عليه. واحنا اكيد شارحين شنو البروسيس وشنو الريسورس وشنو الانستانس، لان شارحين سابقا يعني. هسه الان خلينا نجمع معلوماتنا السابقه والفيديو السابق على وجه الخصوص، ونجي نشوف شنو البانكر وشلون تنحل. انت فهم شوي، يقول لك عندك خمسه بروسيسز، من البي 1 للبي 4، من البي 0 عفوا للبي 4، وعندك ثلاثه ريسورس اللي هي اي بي سي، وكل ريسورس اي مثلا بي 10 انستانس، البي بي 5 انستانس، والسي بي 7. اوكي، سناب شوت مطتني، يقول لك الالوكيشن هذني، الالوكيشن الماكس هذني مطتك اياهن، والافيلبل هذا اللي اعطتني اياها. اوكي، هاي ابسط سؤال ممكن يجيك بهالصوره، ابسط سؤال ممكن يجيك. شو سويت اول شيء؟ مفروض اول شيء تيجي تحسب شنو؟ تيجي تحسب النيد. طبعا هنقل الان نقل هسه، تيجي تحسب شنو؟ النيد. النيد عباره عن شنو؟ قلت لكم بالمحاضره السابقه والفيديو السابق هذا النيد، شلون احسبه هسه نجي نحسبه شنو؟ النيد هو عباره عن شنو؟ قانون مارتي يقول رواد الـ N يساوي الـ M ناقص الـ M ناقص Allocation. أوكي، هذني القانون. أوكي، هسه لو أجي أحسب الـ Need مال الـ B1، خلي أكتب هنا الـ Need. أوكي، الـ Need شلون أحسبه؟ نجي نشوف. اجي اقول، او لحظه خلنا اخذ في السكرين. دقيقه حتى يكون اوضح الشرح. اوكي، هذا النيد شلون نحسب؟ هسه نجي نحسب نشوف شلون. السؤال حيمكم البنت، مو صحيح؟ البنت واضح يمكم. اوكي، هنا شو يقول لك؟ هنا اخوان شو يقول لك؟ يقول لك النيد منين جايه؟ جايه النيد من عباره عن الان جايتني من شنو؟ من الماكس ناقص Allocation. تمام، لو نجي نشوف هسه الماكس ناقص الالوكيشن، هذا الالوكيشن وهذا الماكس. اجل يعني 7 ناقص 0 ايش قد؟ 7. 5 ناقص 1 ايش قد؟ 4. 3 ناقص 0 ايش قد؟ 3. ما فهمت حسين. اوكي نكمل، نجي نيد. 3 ناقص 2 1، 2 ناقص 0 2، 2 ناقص 0 2، 2 ناقص 0 2. نجي نكمل، 9 ناقص 3 6، 0 ناقص 0 0، 2 ناقص 2 0. من واضح عد هاي شلون صارت النيت؟ من واضح عد شلون صارت النيت؟ من واضح عد؟ انتبه، الماكس ناقص الالوكيشن، مو الالوكيشن ناقص الماكس وتلوص حال نفسك. اكو وضحت كنا يا اخوان؟ وضحت؟ عيدها عيدها حسين. اوكي، هاي النيد شلون صارت؟ هاي محسوبه، انتبه، هاي حسبناها. شلون حسبناها؟ خلينا نجي نشوف. اقول له الماكس ناقص الالوكيشن، اوكي؟ فاجعل البروسيس زيرو، اجعل البروسيس زيرو اللي هذا بروسيس زيرو هذا مو صح؟ ايش دا اقول له؟ دا اقول له 7 ناقص 0 ايش قد؟ 7. 5 ناقص 1 ايش قد؟ 4. 3 ناقص 0 ايش قد؟ 3. نجي على اخر بروسس مثلا، 4 ناقص 0
أربعة. ثلاثة ناقص صفر إيش قد؟ ثلاثة. ثلاثة ناقص اثنين إيش قد؟ واحد. وضحت روات؟ شو حسبنا النيت؟ وضحت؟ ايه والله مجرد ماكس ناقص ايكيشن، ماكو اي مشكلة. تمام؟ تمام. هسه هسه هس حسبنا النيت. اوكي. القانون شو يقول رواد؟ القانون شو يقول؟ يقول انفذ داس جاي يقول لك دي يقول لك اريد ال السيكونس سيف ستيت. يقول لك اريد السيكونس مال السيف ستيت. يعني شنو معناها السيكونس مال السيف ستيت؟ معناها انه ال زين معناها التنفيذات مع التنفيذ مع عمليات راح يصير. اوكي زين خلينا نجي شنو القانون اللي يقول مال التنفيذ رواد؟ انا ارجع اسال السابق ندور القانون شو يقول؟ القانون شو يقول؟ يقول تتنفذ في حال شنو؟ هسه ما عندي ريكوست ثاني. في حال شنو؟ النيد كان اقل من الورك، الورك شنو رواد؟ نفس العباره يعني تتنفذ العمليه في حال كان النيد اقل او يساوي شنو؟ افيلبل. اوكي؟ تمام. خلينا نشوف اريد احسب السيف سيكونس الان. خلينا نشوف اجي على البي 1، اجي على اليمن على البي 1. تمام. البي 1 القانون شو يقول؟ يقول النيد اقل او يساوي منه الافيلبل، اقل او يساوي منه الافيلبل. نجي نحسب هل النيد اقل او يساوي الافيلبل؟ خلينا نشوف. سبعه اقل من ثلاثه؟ لا، بس الاقي واحده مو اقل خلاص قبل اضرب البقيه اكس. اذا اقول اول واحده ايش فيها؟ ما تتنفذ. البي 1 شنو؟ البي 0 ما تتنفذ. اوكي اجعل وراها، اجعل وراها ما اسوي ايش، مجرد اجعل بعدها. البعدها هل النيد اقل؟ خلينا نجي اختبر ما ادري. واحد اقل من ثلاثه؟ اي نعم اقل. اثنين اقل من ثلاثه؟ اي نعم اقل. اثنين اقل من اثنين او يساوي؟ اي نعم. اذا هاي ايش فيها؟ تتنفذ. والحضروات اعيد. القانون شو يقول؟ القانون يقول النيد اقل او يساوي الالوكيشن. اجي اختبر سبعه اقل او يساوي ثلاثه؟ لا، من ما دام لقيت وحده لا، اذا خلاص اضرب هاي اكس كلها. زين اجيت هنا البي 1 ال 1 اقل او يساوي ثلاثة النيت؟ اي نعم. اثنين؟ اي نعم اقل يساوي ثلاثة. طبعا يعني اختبر واحد مقابل واحد، يعني هذا مقابل هذا، هذا مقابل هذا، وكون كلهن اقل. انتبه يعني كون كلهن اقل، هيك اختبر انصر انصر. اوكي يعني مثال مثال، في حال كانت هيك، في حال كانت افيلبل هيك واحد واحد خمسة. اوكي تيجي تختبر واحد أقل؟ إي نعم أقل. أقل؟ إي نعم أقل. اثنين أقل؟ لا. اثنين إيش بيها؟ العفو الأكيشن أفيلبل إيش بيها؟ أو سوري بالعكس، سوري سوري. النيد المفروض شنو؟ سوري. كانت هيجي. النيد أقل أو يساوي؟ إي نعم. اثنين اقل او يساوي واحد؟ لا، اذا شنو؟ انضربت قبل. زين هذا مثال، مثال ثاني اعطيكم. مثلا كانت خمسه خمسه مثلا واحد. اوكي؟ زين هل النيت اقل او يساوي؟ يعني اول وحده اقل؟ اي نعم. الثانيه اقل؟ اي نعم. الثالثه لا، اذا شنو؟ يعني يرفض هذا. فهمتون اخوان؟ الفكره شنو اللي اوصل لكم اياها؟ انه كل عنصر لازم اختبره، يعني كل عنصر شنو؟ لازم اختبره. هسه نرجع اختبرناها ايش لقيناها؟ لقيناها اقل كلهن او يساوي، اذا شنو هاي؟ تنفذت. اذا البي 1 ايش بيها؟ بالسيكونس هذا السيف سيكونس تحط هيك تكتب بالبي 1 اول واحده تنفذت وتحط فارزه ويجي وراها. زين هسه اوكي البي 1 تنفذت، زين شنو التبعات؟ رواد شو يقول؟ يقول حسين انت قلت قبل شويه ايش قلت؟ قلت ما تتنفذ العمليه شو يصير؟ انه ارجع الكيشن الها، ارجع الابلكيشن للافيلبل. يعني شلون؟ لو شوف شو يقول لك بعد ما يصير شو ترجع؟ لازم
الالوكيشن ترجع لمن؟ للورك، يعني شنو للافيلبل، فهمتني؟ يعني شلون يعني الالوكيشن مالتها الجمعه ويا الافيلبل. زين ايش قد كان الالوكيشن مال من اتنفذت هي البي 1 لو بي 0؟ اكيد البي 1. ايش قد مالها كان الالوكيشن 2 0 0؟ انتبه، اجي 2 زائد 3 ايش قد؟ 5. 0 زائد 3 3، 0 زائد 2 3. اذا هسه الافيلبل جيج صار يا هو افيلبل جيج صار يا هو صار هذا 5 3 3. اذا هذا ايش فيه؟ هذا كانه ما الشطبه، فهمتني؟ عم يحصل عليه، طيب ما تحصل عليه، فهمتني؟ الشطبه رواد وياي واضح رواد؟ لا والله حسين ما فهمتها. ما فهمت النيت لو ما فهمت شلون نفذنا لو ما فهمت الالوكيشن ما فهمت شلون طلع لنا افيلبل الجديد. حلو اشتي لك انتبه شويه. الافيلبل شو يقول رواد؟ يقول الافيلبل زائد الالوكيشن مال العمليه. يعني شنو الفكره رواد؟ هسه العمليه تنفذت شان عندها خمسه ريسورس تنفذت، هن الريسورس هم ويلقن ايش تسوي؟ رجع لي اياها مو صحيح؟ مو صح؟ اي صح تحمى الله عليك. زين في حال انا كان عندي ثلاثه ريسورس ما ترجع لي اياهم شو اسوي؟ لازم اجمعهم، مو يصير عندي اضافيات لازم، مو صح؟ الفكره أي. اوكي؟ هاي بصوره عامه الفكره اوكي؟ انه ما ترجع لي اكيد راح يزود عندي، والافيلبل المتوفر راح يزود عندي. ليش؟ لان واحده خلصت المتوفر زاد عندي، مو صح؟ زين زين من اجيت للبين من اجيت انا عفوا ايش قلت له؟ قلت له يا اللي تنفذت، قال لي البي 1. اذا البي 1 خلاص اسحب منها الريسورس الحاجزتين. زين حاجزتين اليوم كان حاجزتين هي بالالوكيشن، اذا اقول له الالوكيشن رجعه كله لمن؟ للافيلبل. اوكي الالوكيشن مالته ايش قد هو؟ 2 0 0. اجمعه ويا الافيلبل، شلون اجمعه؟ مثل ما قلنا احنا نجمع عنصر عنصر. زين الاثنين ويا الثلاثه ايش قد؟ 5 5. الزيرو ويا الثلاثة ايش قد؟ 3 3. الزيرو ويا الاثنين ايش قد؟ وضحت. هذا قديم شو نسوي له شطبه؟ يعني تحدث بعد، مو صح؟ هسه جاي احسب على 5 3 2 او شيء ثاني 5 3 3. انا اسف ذكرت هيك يعني خطا، اوكي؟ ف 5 3 2 وضحت؟ انت امشي فيني الفكره، انا خاف انا اكتب ارقام خطا او شيء، انت امشي فيني يمك الفكره ونبهوني بوقتها، خاف اكتب ارقام خطا. اوكي؟ اوكي. زين. هسه اجي اكمل، اجي شنو؟ اكمل. البي 2 هل الريسورس عفوا النيت اقل او يساوي الافيلبل؟ 6 اقل من 5؟ لا، اذا ايش بيها البي 2؟ ما تتنفذ، مو صح؟ انا ما اختبر بعد. بس مجرد القى واحده قبل اطلع، فهمتني رواد؟ مجرد القى واحده هي شلون تقول؟ وحده هي اكبر هي شنو قبل اطلع انا بعد. زين نجي على البي 3. البي 3 هل اقل؟ زيرو اقل من 5؟ اي نعم زيرو اقل. واحد اقل من 3؟ اي نعم. واحد اقل من 2؟ اي نعم. اذا من تنفذ البي 3 تنفذت البي 3، فايش صار هنا؟ بي 1 بي شنو؟ بي 3. اوكي بي 1 بي 3. زين هسه نجي ارجع شنو رواد؟ بعد ما انفذ عمليه بعد ما انفذ شو اسوي؟ لازم ارجع الريسورس المحجوز، مو صحيح؟ صح. فالمحجوز وين بالالوكيشن؟ اجي 2 زائد 5 قد يصير؟ 7 7. 1 زائد 3 قد يصير؟ 4. زين و 1 زائد 2 قد يصير؟ 3. هسه قصر عندي الافيلبل هذا قديم شنو اشطبه؟ انت خليه مو تشطب يعني تسحب من الورقه هون، خليه قدام حتى تعرف انه انت تفتهم ايش تسوي، مو انت قبل جبت النتيجه، من جبت النتيجه غير يعني تراكميه صايره مو قبل تحط، فهمتون اخوان؟ مو تمسح شيء، خلي كلها خليه حتى تعرف انه انت تحل، تعب نفسك. زين هسه نجي للبي 4. البي 4 هل الاربعه اقل؟ اي نعم اقل. هل الثلاثه اقل؟ اي نعم اقل. هل الواحد اقل؟ اي نعم اقل. اذا من تنفذت البي شنو؟ البي 4. اوكي من تتنفذ البي 4 رواد شو يقول؟ يقول اجمع. زين اجمع لي رواد 7 شنو؟ و4 مو صح؟ و2 زائد 3 ايش قد؟ 5. اذا هاي راحت رواد. وضحت لا ما وضحت رواد؟
اي واضحه كل زين عاش كذا. هسه منو بقى على الجروات؟ بقى عندي البي زيرو والبي 2. ارجع من جديد هسه علي من ارجع كانه كمل ثاني من هنا مو جيت هيجي مو جيت هيجي ارجع بالعكس يعني ارجع يعني عفوا سوري انا مو جيت هيجي لازم ارجع من البدايه يعني كانه ما شلون سيركلر فهمتوني مو كملت انا بالاخير ارجع من البدايه عيد هيجي وضحت زين. فهسه يعني خليها ببالك انت مو ترجع من الاول هيك تعيد وضحت ترجع من الاول تعيد زين. هسه انا كملت البي 4 خلصت ما عندي شيء جواها ارجع علينا على البي 0 اوكي. البي 0 اقارنه ويا الافيلبل النيد السبعه اقل من سبعه او يساوي اي نعم، الاربعه اقل او يساوي اربعه اي نعم، الثلاثه اقل او يساوي خمسه اي نعم. اذا من تتنفذ البي شنو؟ البي 1 ايش بيها؟ تتنفذ اوكي؟ البي 1 ايش بيها؟ تتنفذ. اذا البي 1 البي 0 سوري. زين. من اتنفذت البي 0 ايش صار بالالوكيشن؟ الافيلبل ايش قد؟ رجع لها الالوكيشن. ايش قد الالوكيشن؟ 0 1 1 يعني شو تصير؟ تصير 7 5 5. وهذا ايش بيه؟ تعلق. زين. من بقى عندي البي 2؟ البي 2 هم يعني نشوفها تتنفذ لو لا تتنفذ لو لا البي 2 اذا البي 2 اقل اي نعم اقل من هذا 6 اقل من 7 0 اقل من 5 0 اقل من 5 اذا تنفذت هاي العمليه كذلك تنفذت زين اكتب شنو بي 2 هذا السيكونس اوكي والنوب الافيلبل قد يصير افيلبل الجمعه اللي قد 3 فيصير 10 خمسة سبعة مجرد جمعة هذا الرقم مو مجرد جمعة هذا الرقم مو هذا ايش بيه راح؟ اذا قصر افيلبل القيمة النهائية 10 5 7 وهذا السيكونس. رواد هسه يقول لك هل هذا سيف ستيت لو لا؟ شو تقول انت سيف ستيت لو لا؟ الجواب تقول له نعم سيف ستيت ليش؟ لان كل العمليات كل العمليات صار مالتها عاش تيدك يعني ايش صار مالت الفينش ايش بيه ترو او فولس؟ كلهن ترو عاش تيدك كلهن صار ترو كلهن تنفذن اذا هذا السيستم سيف ستيت. اذا عمليه لنفرض 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 هاي العمليه 10 10 10 تنفذ هاي لو ما تنفذ اذا مالت النيد هيجي ما تنفذ اذا شنو السيستم سيف ستيت لو مو سيف ستيت؟ ما تنفذن كل العمليات يعني حتى حتى من كملناه ما تنفذ. لو شوف اخر حاله قطعت لي بالافيلبل 7 5 5 من اقارنا اياها ما راح يصير ما راح يتنفذ مو صح؟ فاذا هذا السيستم مو سيف ستيت في حال انه هيك حاله بس هسه هو لا سيف ستيت. هذا كل الكلام اللي عليه. اكو سؤال الاخوان هنا شلون البانكر صار؟ طبعا هاي بانكر بس على اساس نجي ابسط صوره هي راح نجي هسه نطيفه شلون نقول في حالات خاصة في الأمثلة نرجع عليها وضحت لو ما وضحت لنا أنا جيد واضح. هسه نجي على اليمن نجي على نجعل المحاضرة خلوا هذا هنا نرجع نشحط به خلونا نرجع المحاضرة لو تشوفون الترتيب انه طلعنا طبعا الترتيب طبعا هنا لان الدكتوره تقول ارجعوا دائما للاول فما عليكم بال يعني هاي المحاضره طلعنا اثنين انه نرجع للمتوفر اول شيء بس صارت مشكله قالت الدكتوره انه ترجعون انتم ارجعوا دائما شنو؟ يعني صارت بالاند كيو يعني شلون تقول صارت بالاند فترجع للبدايه يعني الدوحه نفسك هاي ترجع للبدايه شلون ما قلت لك ترجع اول وحده تمشي عليها تمام؟ زين طبعا تكمل للاخير اول شيء انتبه تكمل للاخير انها بترجع وضحت انها بترجع زين. فهنا المشكله هم صارت ذاك اليوم انه الاثنين دول زيرو ما اعرف صارت شو وقت بالامتحان بس كان بالامتحان تختلف يمكن صار ويا خديجه اعتقد صارت بالتنفيذ. المهم فانت دائما شنو ارجع؟ ارجع اول يعني مثل ما قلت لك ارجع اول شيء شلون اشرح لك اياها زين. هسه هذا الاكزامبل شرحناه وشرحنا كل تفاصيله وهذا النيد وكل هالتفاصيل شلون حسبنا النيد شرحناه
طبعا هي شرحنا الاساسيات يعني مهمه جدا، شلون تحسب، شلون تنفذ، شلون هذا. زين هسه شو يقول لك؟ هسه يقول لك انتبه هنا، انا نريد نسوي ريكوست، نريد نسوي شنو؟ ريكوست. اوكي الريكوست شلون يصير؟ انتبه، الريكوست مرات يكون بشرط، مرات بغير شرط. يعني شلون؟ خلينا نجي بدون شرط، معناها انه السيستم بهاي الحاله سوي لي ريكوست، بهاي الحاله سوي لي ريكوست. الريكوست شنو احنا نقول؟ نقول الريكوست لازم يكون اقل او يساوي الافيلبل. اول شيء لازم، يعني اكيد انا ما اطلب مثلا اني متوفرات ايش قد؟ ثلاثه، اطلب اثنين او واحد، او اطلبهم شنو؟ ثلاثه. زين بس ما يصير انا مثلا اثنين عندي ثلاثه افيلبل اطلب 100، ما يصير، مو منطقي. فلازم عندي متوفر انطيك انا، اوكي؟ فلازم شنو؟ هيك. زين هسه ايش قاعد اطلب انا؟ قاعد اطلب 1 0 1 عفوا 1 0 2. زين هل الواحد 0 2 اقل من هذا؟ اجي الواحد اقل من الثنين، اي نعم اقل. الزيرو اقل من الثلاثه، اي نعم اقل. الاثنين اقل من الزيرو، اي نعم. فاذا هذا الريكوست يصير لو ما يصير رواد، ايش تقول؟ انا دا اطلب ذني من هذني اقل او مو اقل ذني، اجي اقارن هذا ويا هذا، اي نعم اقل، هذا ويا هذا اقل. اذا شنو هو الريكوست؟ ايش بي؟ ترو، مو صحيح؟ اذا يصير جاية؟ صح. هذا يحكي عن المثال السابق، سوري، يحكي عن المثال السابق هذا، سوري. اي صحيح. لحظة انتبه، مو يحكي عن هذا المثال، يحكي عن المثال السابق هذا. ايش قد كان الريكوست بي؟ الافيلبل ايش قد لو انتبهوا له؟ قد الافيلبل 3 2 2، مو صح؟ 3 3 2. اوكي؟ انتبهوا له. يحكي عن هذا المثال وكمل علي يا اخوان. يحكي عن هذا المثال هو 3 3 2. فلو شوف هنا قال لك 3 3 2، هل من الممكن يصير؟ اي نعم من الممكن. زين احنا ورا الريكوست شنو يصير رواج؟ قلنا ورا الريكوست شنو يصير؟ تتذكرون قلنا يصير لنا عمليات، شو يصير؟ انه الافيلبل ينقص، اكيد ينقص عدد الريكوست، مو صحيح؟ والالوكيشن ايش بيه؟ يزود بعدد الريكوست، مو صح؟ والنيد ايش بيه؟ النيد كذلك ينقص بعدد منه؟ بعدد الريكوست. وضحت اخوان؟ وضحت؟ رواد وضحت الفكره؟ هذني شرحنا عنها ان عمليات تحفظها تكون انه الافيلبل ينقص بالريكوست قيمه الريكوست، الريكيشن يزيد قيمه الريكوست، والنيد ينقص قيمه الريكوست. كنت اعرف هذني ثلاث عمليات تسويهن بعد الريكوست في حال الريكوست اشتغل. زين هسه احنا كان عندنا هذا، حفظوها ببالكم، كان عندنا هاي، احنا عندنا هاي العمليه. كان عندنا هاي احنا، شوفوها، كان عندنا هذني. اوكي ايش قد سويت الريكوست انا؟ ايش قد سويته؟ خلينا نجي نشوف ايش قد سويت الريكوست. الريكوست ايش قد اخذت؟ والله اخذت 1 0 2. خلينا نشوف القانون شو يقول. 1 ريكوست ايش قد رواد؟ ريكوست 1 0 2 لمن؟ للبي، للبي 1. اوكي للبي 1 تمام. الريكوست شو يقول؟ اول شيء اقارن الريكوست يكون اقل او يساوي منه الافيلبل. هل الريكوست هذا 1 0 2 اقل او يساوي الافيلبل؟ اي نعم هذا ترو، اذا يتنفذ. زين شو سوى اول شيء بالريكوست؟ ثلاث حالات قلت لكم حفظوهم، ثلاث حالات. شنو هذني؟ اول شيء انقص الافيلبل من الريكوست، يعني الافيلبل قد يصير قيمته؟ تشخط هذا تنقصه، 1 ناقص 3 ايش قد؟ 2. 0 ناقص 3 ايش قد؟ 3. و2 ناقص 2 ايش قد؟ 0. وضحت رواد؟ وضحت هاي هنا الافيلبل شلون صار؟ ايه وضحت. هاي اول حاله. ثاني حاله رواد شو يقول؟ يقول اجمع الالوكيشن، اجمع له لان الريكوست، يعني اجمع ويا الالوكيشن. الالوكيشن ايش قد كان؟ 2 0 0 2 0 0 اذا قد يصير 2 زائد 1 قد يصير؟ راح يبقى قدامه 3. 0 زائد 0 يبقى 0، و2 زائد 0 ايش قد يصير؟ 2. فايش قد صارت الافيلبل مال منو؟ لكن النيد هم يتغير، ماكو مشكله. وضحت رواد؟ اعبر انه بس القوانين نطبقها مو بس بس لو شوف هسه ذني باور. هاي قصه، هاي قصه مثل ما قلنا ايش قد صارت؟ 3 2 0 شوفوها. ايه الافيلبل ايش قد صار؟ 2 0 3 2 3 0 2 3 0 شوفوا نفس القوانين تطبق بس ماكو اي مشكله. هذا هو
ممكن شو تقول لك؟ ممكن شو تقول لك رواد؟ ممكن تقول لك نفذ وانه بسوي ريكوست. وياي؟ ممكن تقول لك نفذ وانه بسوي ريكوست. او ممكن شو تقول لك؟ تقول لك لا قبل لا تنفذ سوي ريكوست ونفذ منه. فهمتني؟ فانتبه انت تدري يا سلوان، تدري انت مثلا هسه بعد ما سوينا ريكوست كل شيء تغير مو صح؟ النيد تغير، كل شيء تغير. ممكن عمليات ترتيب من التنفيذ ممكن يتغير مو صح؟ ممكن يتنفذ ترتيب ممكن يتغير مو صح؟ فتنتبه انت، تنتبه الريكوست هل قبل هل بعد؟ تنتبه له لازم يعني هي تسالها او توضح لك بالسؤال هي. فلو تشوف هنا الترتيب ايش صار برواد، حتى الترتيب تغير، حتى الترتيب يقول لك تغير صار بهالشكل. فهمتني؟ زين. فيقول لك هسه زين رواد شوف شو يقول لك. يقول لك كان ريكوست فور 3330 للفور بي جرانتد. لك هذا يصير لو ما يصير بهاي الحاله، بهاي الحاله الانيه يصير لو ما يصير. شو يقول رواد؟ رواد شو يقول؟ عندك قانون. قانون شو يقول رواد؟ يقول القانون هل الريكوست اقل او يساوي شنو؟ الافيلبل مو صح؟ زين اجي الريكوست 3 3 3 اقل من هذا؟ ها رواد؟ مو اقل مو صح؟ قانون خطا يعني. صحيح خطا ما يصير مو صح؟ ايه زين نجي كان ريكوستد 0 2 0 للبي 0. خلينا نشوف اقدر اسوي اول شيء اقارن. اي ممكن اقارنه. اذا شنو هذا؟ يس وضحت؟ هذا ليش يس؟ لان هذا قيمه اقل من هاي القيمه. اذا ممكن اوكي زين من اسوي ريكوست شو اسوي بعد وراها؟ يكون تعرف ثلاث حالات تسوي. تجمع الالوكيشن يعني قيمه الريكوست والالوكيشن، تنقص قيمه الريكوست من الافيلبل، تنقص قيمه الريكوست من النيز. هذا يكون تسوي ثلاث حالات. دام تسوي حلك كله يصير خطا. انتبه حلك كله يصير خطا. دام تسوي ثلاث حالات خليته تشيه بدنك، ترشيه بدنك بعد ما تسوي الريكوست. في حال صار ريكوست يعني هنا من صار نوع انا ما اجي اسوي هاي الحالات الثلاثه خطا، ما اسوي حالات. بينما هنا لا اسوي هاي الحالات، لازم شنو اسوي؟ ثلاث حالات. اوكي رواد وضحت؟ البقيه يا اخوان وضحت الفكره شنو؟ انه انا سويت ريكوست بس ما صار الريكوست، ما انطاني جرانتيد ريكوست. زين اذا ما انطاني جرانتيد ريكوست اخوان مو اجي اسوي، مو اجي اقول له شو اسمه؟ اقول له نقص لي واجمع لي وهاي، لا طبعا ما صار الريكوست. رواد وضحت؟ في حال ما صار الريكوست وضحت رواد عندك شلون الفكره؟ ايه حس انا واضحه تمام. فهي هاي الفكره بصوره عامه انه شلون تصير. طبعا 6 دقائق وينتهي الميت، فخلينا نكمل كم شغله حتى قبل لا ينتهي. تمام. ف يقول لك allow system to enter the deadlock to enter deadlock sorry state و detection algorithm و recovery scheme. يعني قبل لا ندخل هنا خلينا نجي نحكي في الشغلات مهمه. خلينا نحكي في الشغلات المهمة قبل نرجع، قبل ينتهي الميت حتى نبدي بعدين ميت جديد. انت يا اخوان اكو شغلات لازم تعرفها هنا، لازم تعرف هاي الشغلات اللي هنا. زين شنو هاي الشغلات حسين؟ انتبه لي شويه. مرات تعطيك هذا، تعطيك فد اختيار او فد فراغ او وات ايفر. شو تقول لك؟ تقول لك ايش قد الانستانس الموجود بالاي. هسه هذا الاي احنا معطينه اياه 10، معطينه اياه في حال ما اعطتك هاي الحاله، ما اعطتك اياها، ما اعطتك يعني كم انستانس. تقول لك ايش قد الانستانس؟ اوكي؟ ايش قد الانستانس الموجود بكل واحد؟ يعني شو تقول ما كتبت لي اياه؟ اجي شلون احسبهم؟ انتبهوا اخوان، شلون اجي احسبهم؟ اجي على اي، اجي على الالوكيشن، انتبهوا، اجي على الالوكيشن. على الالوكيشن اجي، مو على غيرها، على الالوكيشن، على الالوكيشن اجي. اجي للاي احسب ايش قد؟ 2 و3 5 و2 7 وارجع على الافيلبل. هم الاي يعني انتبه اشتغل علي على الافيلبل على الالوكيشن. وضحت؟ اجي اجمع الاي، الاي ايش قد اجمعها كلهم ذني بس ذني اجمعها تمام. ايش قد؟ 2 و3 5 و2 7 7 و3 10. اذا ايش قد الانستانس مال اي؟ ايش قد يساوي؟ 10. هسه رواد اذا في هاي تحسب لي البي شلون صار؟ رواد تسمعني؟ ايه سمعك شلون صارت البي؟ البي عندي 1 ب1 2 وعندي افيلبل 3 5 اذا 5. عرفت شلون حسبناها هسه؟
وضحت؟ رواد وضحت الفكره؟ ايه وضحت وضحت يا عمي، شوف الجماعه زين. اين اكو سؤال؟ اسالكم سؤال ثاني اذا يعني اريد اعطيكم فكره ثانيه. هسه هنا وضحت، هي ما بيها شيء، مجرد يعني شغله سهله، مجرد تجمعهن يطلع لي قد الانستانس الاصلي. في حال طلبت منكم فراغ او اختيار، اوكي زين زين انتبهوا اخوان. هسه اكو شنو بعد؟ اكو فد لوفه ثانيه شنو هي؟ رواد شو تقول لك؟ تقول لك انا لا ما اعطيتك الانستانس ايش قد؟ اوكي؟ ما اعطيتك الانستانس حتى الدوخ، يعني حتى شو تجي في الامتحان للدوخ؟ بالامتحان ما يعطيك هذا. بالامتحان ما يعطيك هذا. اوكي؟ ما يعطيك الافيلبل. انت مو تقول ما ينحل السؤال، رواد مو تقول ما ينحل، لا اشوف شلون افكر. اقول ادي انا ايش قد؟ ادي 10 من الاي. تمام؟ اجي احسب 2 و5 2 و3 5 و2 7 وايش قد الاصلي؟ 10. اقول اذا بقى ثلاثه ما مستخدمات، مو صحيح؟ في هذا ما اعرف يعني في هذا، مو صح؟ يعني هذا الاي ايش قد بقى له؟ الاي ثلاثه. زين البي ايش قد بقى له؟ والسي. زين فاجي هسه الاي عرفتها، اجي للبي 1 و2 3 وهن 5، فاقول 5 ناقص 2 ايش قد يبقى للبي؟ 3. زين اجي على السي، السي ايش قد؟ 5 وهن ايش قد الاصليات؟ 7. اذا اكو 2 فراغات. رواد وضحت شلون حصلنا على الافيلبل بدون ما اعرفه؟ وضحت. هاي كل المعطيات ممكن اجيبك اياها، ممكن تعطيك انستانس، ممكن اكو سؤال يمكن اخوان؟ لا ما حصل. اكو بالشات واضح، اوكي؟ ما في فد شيء صعب. بس شنو ممكن يجيك هيك انت اذا ما لا هاي ملاحظه مو ببالك، ممكن تدوخ تقول هذا ما ينحل السؤال بعد، ما اعطيتني معطيات كامله، اوكي؟ فذني خليهن ببالك، فذني شنو؟ خليهن ببالك. زين سؤال ثاني، سؤال ثاني ممكن يجيك قبل لا ينتهي الميت، سؤال ثاني ممكن يجيك. في حال شنو؟ في حال ما انطتني الماكس بس انطتني الميت، احتاج الماكس بعد اني؟ عرفت؟ اعطتنا النيل اقدر اطلع الماكس. لا هو انا الماكس شو احتاج؟ ما احتاج الماكس انا. حتى طلع النيل. اذا اعطتني النيل هي احتاج الماكس بعد اني؟ لا ما احتاج. طرحت الفكره يعني مرات يجيكم سؤال بس education ونيت مثلا. فهمتني؟ انت شو تسوي منه؟ بس education ونيت، انت شو تسوي؟ لازم تحسب شنو؟ تحسب الماكس ايش قد، عفوا تحسب الافيلبل ايش قد وتحسب هاي. طبعا هسه احط لكم مثال اني من امثلتها الجايه بالمحاضره بالفيديو الجاي ان شاء الله.